عسلامة، إن شاء الله تكونوا بألف خير وصحة وعافية الناس الكل. غوصيتنا اليوم يا شهوة البنات يا ربي يفضلهم، انتم ربي يفضلكم عندكم. باش نعملوا مع بعضنا خبز الهامبرجر، دونك حاجة ياسر بنينة، دونك قلت يلا باش نعملهم دي ساندويتش، قلت يلا نبارتاجي معاكم الغوصات نتاع الخبز. ما نعرفش كان شاركتها معاكم قبل، يلا سي لوكازيون ما يصيرش كي نعاودوا الغوصات مع بعضنا. دونك هوني عندي 100 غرام، وإلا ناخذوا بالكيس، أي كيس باش نقيسوا به فارينة، ديما الكيس باش نقيسوا به من أول لآخر الغوصات نفس الكيس. عندي هذاك معناها 100 غرام فارينة، عندي هوني غرفة صغيرة سكر، عندي ساشي هوني خميرة متاع الخبز، هوني باش ناخو 100 مليلتر حليب دافي، وعندي هوني 3 مغارف زيت، نخلطوهم الكل مع بعضهم، نخليوهم كيت 10 دقايق وبعد نرجع. دونك نرجع هوني كيما تشوفو بعد ما تفاعلوا المكونات متاعنا، باش ناخو هوني هكا رشة ملح باهية. سامحوني، عندي هوني رشه صغيره زيده خميره نتاع حلو تعطي النكهه هكا تخليه هشوش اكثر. دونك عندي هوني ابيض البيضه الاصفر باش نستعمله من بعد. تبيعه هوني باش نحط الفارينه ونبدا نلمد بشويه. بسم الله، قاعده نلمد في العجينه نتاعي، انا حطيت 2 كيسان ونص، نتبعوا بشويه ونلمدوا البات نتاعنا. عندي هوني مغرفه كبيره هوني زبده باش نحطها هكا، وبالطبيعه باش نعاود نعجن حتى لين نشوف معناها الزبده دخلت بالباهي في العجينه نتاعي، نعاود نعجنها بالباهي بالباهي. دونك هاي العجينه نتاعنا، شوف قديش طريه ومحليها، نقعد نعجنوا حتى لين الزبده تدخل كومبليتمون، من الاول تحس على العجينه تتقطع لكن عادي راهو من بعد يعني تتلم. عندي السلاطين نتاعي باش نخليوها من 4 دراج لربع ساعه، قد ما العجينه ترتاح قد ما الريزولتا تعطينا معناها خبز بنين برشا كيما ديما نقول لكم. يلا نرجعوا من بعد ان شاء الله. دونك نرجعوا للعجينه نتاعنا، ما شاء الله. دونك نعملوا هكا عبيرات صغار بحذايا الطبق، حطيت فيه بابي كويسون نحطهم في الطبق. بعد كيف ما تحبوا نتوما، تحبوا تعملوهم معناها كبار والا صغار، الشوا بالطبيعه يرجع لكم. يعني نحبهم هكا كعبات صغيرات. كملت الكعبات نتاعي، هوني دهنت يدي بالزيت وهكا يعني نحلهم هكا شويه. انا عملت كعبات صغار، انتم كيما تحبوا. بالنسبه لي ما عندهمش الوذايا البابي كويسون وقت في الوقت يعني اللي حبوا يعملوا فيه الغوصات وكل، تنجموا تعملوا تدهنوا بالزيت والا بالزبده الطبق نتاعكم. دونك توا الحقيقه باش نغطي، بالطبيعه باش نحل الفور لانه الفور من بعد كي باش ندخل الخبز نتاعي لازم يكون سخون. توا باش نغطي ونخليها بالطبيعه 4 دراج ربع ساعه، واحنا والكوجينه دونك حال الدنيا سخونه، دونك فيسع فيسع مش باش تقعد برشا. يلا دونك نرجعوا للخبيزات نتاعنا، الحجم نتاعهم الضعف، انا تقريبا 4 ساعه يعني قاعده تدا كيف كيف نقلي في الفريت والكل. تعرفوا قلت لكم همبرغر صغار من غير فريت. يلا عندي هوني اصفر عظمه لانه الابيض استعملناه في البات، باش ندهن هكا. انا ضفت له شويه حليب باش ندهن الخبيزات نتاعي. الفور 180 درجه، نعاود نقول الفور لازم يكون سخون من قبل. بسم الله، دونك كملنا دهنناهم. نعاود نقول لكم العجينه تحفونه برشا. هوني عندي شويه سمسم اللي هو الجلجلان، ومن بعد الاختيار انتوما شنو تحبوا، يعني انا باش نحط شويه هكا وشويه هكا. واحد وشهوته. يلا ندخلهم للفور وان شاء الله نوريهم لكم بعد شويه ان شاء الله. يلا تشجيعاتكم يا جماعه، ديتو كل مره نجيب لكم حاجه هكا سهله. نعاود مره اخرى نقول ناكد على العجينه بنينه برشا وخفيفه وشوشه، تنجموا تعملوها كبار ولا صغار كيف ما تحبوا. هذوما الخبيزات نتاعنا ما شاء الله، خرجتهم توا من الفور، خليتهم هكا يبردوا شويه ما شاء الله. يلا نشجع فيكم ريتو البنات باش تجربوا بالحق، والله صدقوني يا روسيت ولا اروع نودكم كان بالحاجات السهله والبنينه والناجحه الهم. دونك هذوما هما الكعبات نتاعي، انا نقترح عليكم تعملوهم هكا صغيرات، وانتم بالطبيعه كيف ما تحبوا اشوا يرجع لكم دونك كيما تحبوا. دونك انا حضرت توا شويه هكا فريت وكل، ومن بعد نستنى هكا صغيرات كل واحد شنو يحب. ملاوينكم. يا ربي يفضلكم الناس الكل، نهاركم زين، تمتعوا بالغوصات وشجعوني بالتعليقات. حليت معاكم كعيبه،
هذه اسم قناتي على اليوتيوب كيتشن أمال تونيزيان.